بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الأعزاء، موعدكم مع فيديو جديد على قناتكم حسن خطك بالشخبطة مع سعيد سليمان. وبناء على طلب أصدقائي الأعزاء، هنتدرب على كتابة خط الرقعة. نكتب نماذج لخط الرقعة، أو نكتب سورة الفاتحة بخط الرقعة، ونشوف هتكتب إزاي. وطبعا ان عجبكم الفيديو ان شاء الله باذن الله، وهيعجبكم باذن الله، يا ريت سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. يا جماعه تدعمونا عشان نستمر في تقديم المحتوى المفيد للجميع ان شاء الله باذن الله. بسم الله نبدا كده، هنشوف سوره الفاتحه بخط الرقعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكتابة بالقلم العادي، القلم الجاف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة انتوا عارفين خط رقعة ما بتشكلش، خط رقعة ما بتشكلش عفوا. الحمد لله، شكل الهاء ديت شكل في البسملة، لفظ كده الهاء دي كده كده أو كتب كده عادي. رب العالمين، طبعا الصواعد يا جماعة في الرقعة، صواعد بتطلع بزاوية ناشفة، زاوية 90 ناشفة. العالمين ماشي، ممكن نعمل دي كده واحد. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ميم مالك يوم الدين، ميم ألف لام كاف الشكل ده يا جماعة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد ممكن الكف دي برضه، شكل الكف دي وشكل الكف دي، نعبد وإياك نستعين أربعة.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. يا جماعة تنزل زي الألف كده أهي، اهدنا الصراط. حرف الصاد والطاء قلنا قبل كده، الصاد والضاد والطاء والظاء بتركب على سن الحرف اللي قبله. الصراط المستقيم، المستقيم مين ممكن تبقى سين مسننة عادي، بس يا جماعة وتطلع دي كده أنطرة وراح عامل قاف بالشكل ده المستقيم. آية 5، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، صراط الذين أنعمت بس يا جماعة حرف الميم فيه مستويين كده، مستوى الحرف اللي قبليه اللي هو الوسط الميم الوسطي، المستوى الحرف اللي قبليه أعلى من مستوى الميم، أعلى من مستوى الميم. أنعمت عليهم كده أهي، وأنا جايب الهاء بالشكل ده عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب، أنا بطلع بغير الضاد أهي، مغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. زي ما انتم شايفين يا جماعة سورة الفاتحة بخط الركعة، بخط الايه الركعة. احنا قلنا قبل كده ان خط الركعة ده خط جميل، خط شيك، خط لذيذ، خط سريع في نفس الوقت، ماشي. سهل الكتابة بس عايز يعني تركيز حتى تتقن القواعد، وبعد كده هتلاقي كتابته سهلة جدا. ممكن نكتب سورة الإخلاص برضو، ماشي، بخط الركعة في نفس الفيديو برضو نجرب بحيث يبقى تمرين مكثف شوية، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، كما كده اهي بطلع. الله الصمد، انا لفظ جديد برضه اهوت كده كده اهي، ممكن اعملها دي كده اهي، الله الصمد كده، بطلع فوق بعمل انطر الميم، بجيب ميم من هنا على السطر. الله الصمد، اتنين، لم يلد، بص يا جماعة الألف كده عادي جدا، بجيب الميم من على يمينه،
اهيت وبنزل برقم 2 كده. لم يلد اهيت كده الدال، ولم يولد لم يلد ولم يولد ثلاثة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مش معا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده برضو بخط الايه؟ الركاب. احنا اتفقنا طبعا برضو معلومات بسيطه جدا ان خط ركعه يكتب جميع حروفه او تكتب جميع حروفه فوق السطر ما عدا حروف كلمه جمعه. يبقى تكتب حروف خط الرقعة فوق السطر ما عدا حروف كلمة جمعة. حروف أو حرف كلمة جمعة هي الجيم والميم والعين والهاء الوسطية. ماشي يا جماعة؟ وكل قواعد الخط النسخ تنطبق على خط رقعة. ماشي؟ بالنسبة للإيه؟ بالنسبة إن السنة الأولى بتترفع، والسنة اللي بتيجي بعد السين بتترفع، واللي بتيجي قبل الراء أو الزاي أو النون بتترفع 8 أنطرة برضو، زي كلمة الرحيم. دي حرف فوت. الراء او الزاي زي كلمة نستعين اهي، نون قبل النون، وغير قبل الراء او الزاي. ماشي؟ بتترفع تتعمل انطار بالشكل ده. ماشي يا جماعة؟ خط رقعة خط جميل، ويا ريت يكون الفيديو لبى طلبات الاصدقاء الاعزاء. وإن شاء الله بإذن الله هنلتقي مع بعض في فيديوهات كتيرة كتيرة جدا مفيدة للجميع وجديدة، وإن شاء الله بإذن الله معا هنطلع من الشخبطة أحسن الخطوط العربية. أشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.